نعم مشاهدنا الكرام، ما أجمل اللسان في شهر رمضان. لسان رمضان، لسان رمضان هذا العام راح فيه مواضيع كبار، وراح نقول لكم كل عام والجزائري بخير، صح رمضانكم. رانا في ولاية بزاف هايلة. ديجا نبداها لكم بهذه، كاين شاطئ ما عمرها شواطئ فيها، عنابة عنابة يا عنابة عنابة، صح رمضانك يا خويا العزيز. العمل في رمضان صحيت خويا العزيز، العمل في رمضان نشوفوا فيه مشقة، ما تقدرش تخدم خويا في رمضان، حتى الميليو اللي تصوم فيه يلعب دور خويا، ما تقدرش تصوم كاك، ما تصوم وحدك كاكسي. وعبادة العمل عبادة درك، سا ديبون علاه الكونجي. الا كان الكونجي راح يديوه عجل بيع كبو في العبادة يولي هنا، تسمى الكونجي في محلو، بصح الا كان راح يديوه غير تاع رقاد واحد، تسمى هنا ما الدولة اجر وما داوش، ما خدموش مع ارواحهم. السلام عليكم خويا، صحة رمضان. جود مورغن. جود مورغن. جودن تاغ. جودن تاغ. ايش سبيخ دويتش وانت ايش فيش اوخ عربيش. ايش هاب ايش ايش سبيخ نيش جود. اوكي دان كونن في عربيش سبيخ نيست اوكي. يا يا دوكا ديك نقول لك صحة رمضانك بالالمانية. قولها لنا. يا. قوت رمضان فينشي خويا، هي ملاحة ومن جهة وسي مش ملاحة. هو باش يرقد على كل حال. ايه نورمالمون يروح يخدم خير وباش يجوز الصيام يعني. هيا بيناتنا انت جيت باش ترقد شوية تاني. قولك الحق، جيت باش نورمالمون باش نعوم، ولكن كي عاد رمضان. يعوم في الليل. يعوم في الليل. يعطيك الصحة، كي عاد رمضان جيت باه نرقد، ومن بعد كي نوض هاني نفطر في عقلي ونروح للبحر. مسخير عليكم توجور في حصه اللسان. معكم اليوم عندنا اسئله للناس المواطنين برا، واش نعيطوا لها هذه الفقره تاعنا، واسمها عباك واش اسمها واسمها واسمها خمسه اللسان. خمسه اللسان هاي، باش ما تقولوش انا نكذبوا، هاي خمسه اللسان هذه. اسمها كارافان تو بغداد. سلام احمد الله يبارك. هنا حيل فيمي نحيل فيمي هاي والله هبط الدجاج. نسخ سيوك بون خوياك في حصه اللسان. الله يعيشك، تربح معنا خمسه تاع ذهب. ها هي وشنيت هذه كارافان تو بغداد تعرفها؟ وشني لازم جاوبني على هذا السؤال. السؤال هي كاينه سوره في القران الكريم واسمها سوره سوره التوديع، وشني هي هذه السوره؟ سوره البقره ولا لا لا ضحى. ها ضحى. لا لا سورة التوضيح. ها توضيح. سورة العصر. سورة العصر. سورة العصر. هانية زبالي بالبركة بالبركة. أخويا كربحت معنا، أخويا كربحت معنا هذه الخمسة، خمسة ذهبية. هاي خويا وري على الناس. هاي قلنا حاجة قناة كابيسي. نشكركم هذه قناة كابيسي على هذه استيادة في ولاية عندي. يعطيك الصحة وربي يعيشك. فورك صحة خويا. صح رمضانكم، كل عام وانتم بخير، وكل عام والجزائر بخير، وكل عام والعالم العربي والعالم الإسلامي بخير. اليوم رانا في دار عمي مدني، جينا ليك للدار. شوف تشوف كي تجوا الناس يقولك جيناكم بلا حسب ونسب، جيناكم برمضان. راني جيناك للدار وين تروح؟ حبيت تروح عند الجارو. انا جينا للدار عند عمي مدني الخويدر. قول عمي قويدر. قول عمي قويدر. قويدر عمي مدني على بالي راهي تيتي خدم قويدر. لازم رمضان واعر. رمضان واعر. رمضان البوشي اللي واعر يزيد في السومه. رمضان تاعنا صح وغنبني خلاص. اذا مشاهدنا الكرام كما على بالكم رانا في رمضان، ورمضانك تعرفوا ان شاء الله يجوز علينا بالخير وصيامكم مقبول ان شاء الله. ان شاء الله خويا العزيز واش راك؟ لاباس الحمد لله. راك مليح يا خا؟ نعمه في رمضان والله غير نصيب راحتي. راحتك سيب صحتي. نسمان والله غير يقولوا لي الدار هاك سمنت. جيب قوتك وعاقل عاقل في رمضان. قبل رمضان نكون هايج صح. وين حق رمضان شتا تليفون تنحي ولا باتري؟ عاصمة الباتري تاعك تكون فارغة في رمضان. شنو عندي حاجة واحدة اللي هلكتني. وشني هي؟ السهرة. السهرة؟ نسهر، نروح للتراويح، من التراويح نجي لهنايا، نتشم نبنج كذا منا، ومن بعد التلفزيون حتى يأذن الصبح. أنا نشوف قبل رمضان زعما اليوم خمس أيام قبل رمضان يكون زعما الجاج يدير
20 25 في كيلو ما كاش منها يلحق رمضان شحال يولي يولي ب 30 35 يوصل حتى 40 اه يلحق ال 40 سمع هذيك المقوله تاعك راهي محطوطه خلاص جوست امبوسيبل والله غير بهم يقبروا رمضان باش يترفوا يصرخوا ما يصرخوش واحد اللي مرفه هذوك انت عندك تشري ما تدخل البوشي راه 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 وتروح واحد ما عندوش راه شيلنا بتاع شربه اعطيني شويه ملحي 10000 قسمه ندير البوره وجريح مسكين لا غالب ما يلحقش صح نسخسيك انايا الكوزينه قريبه من الصالون رانا فيه قريبه اه نضل فيها انت ما طل انا نضل فيها الله والو بكري دوكا ما تشمش لا لا والو زعما ما شمش انا ما شم انت كيف ناكل شويه نقوم الله يعاون عليك قدر لا لا حبيت نقول لك بلي كاين بزاف اللي والله والو قلت لك بكري كنت نشهى نقول لهم ديروا هذه ديروا هذه ديروا هذه بصح دوكا زاري يقولوا لي البنات دبر راسك بابا حنا روح تريح برك روح تريح آه. صلي المغرب نجي للطويب لا عندك ساعات ساعات ندور قبل المغرب ندور ونشوف واش حط ندخل طلع شويه نطلع على قدر لا مش على قدر على الميدا على الميدا وعلى بالك فكرتني ولي آه. لحقنا ليها والله غلحقنا ليها صح الميدا فضل على الميدا الميدا بكري الشرم تاعها كي يدوروا عليها كامل وقاعدين مربعين وياكلوا لاباس وفرحانين دوك الطابله وقاعد هنا والاخر قاعد ايه والمغارف والفراشط زعما ويقربوا في المعان برك هذا ما كان باش يسمعوا الجيران برك اه اي الله والو كاين ناس الطابلات تشاهيها وشوف الشرم قاعدك فيها هذوما دراري دراري الشرم آه. انا دراري انا شوف رمضان بلا دراري ما هو رمضان مع الاول ساعات تتقلق في الليل نتقلق نقول درت لها راجع الجيران يروحوا بعدوني روحوا دياركم هما يروحوا انا تيليفون يا رواحوا عاودوا يقولوا انت بكري كنت تصوم وحدك انت بكري كنت تصوم وحدك انا والمدام قبل مع وحدك ومع داك مع المدام اه ومن بعدك جبتوا دراري اه ومن بعدك دراري جابوا دراري دراري جابوا دراري وهذيك هي الحكمه سمك اه, آه. بكري بكري في وقتكم انتوما في وقت الصيام تاع بكري مش كيما تاع دوكاتي لا لا اه صح بكري شوف جي طالع من الدار طالع من الداخل من الباطيمه مطلع مطلع ولا بكري ولا صحين ولا شحومه خلينا نقولوا احنا بالباطيمه ما تمسكناش في صحين تشم ريحه المطلع هنا يبعثها لك تشم هنا الفلفل يبعثها لك تشم بوزلو في الفوق يبعث يبعث لك هذه يبعث لهذا شوفوا مع المغرب قبل الاذان يتجاراو اها يتجاراو هذا هابط بطرسي الاخر طالع بطرسونه فيها خبزه الاخر كذا الاخر هذاك هو الحلاوه درك على بالك يجي ما عرفتوا يجي عندكم خبزه زياده اه والله ما تسعاو في الكونجيلاتور نعطيك تاع الكونجيلاتور اها هو الخبز راه فوق الطابله وهذا رمضان هذا رمضان راح يجي نفس سخانه وكذاك شفت رانا في سخانه رمضان هذا كيفاش راح تشوف رمضان في السخانه هذا؟ نصبروا له واش نديروا؟ يعطيك ربي قوه يعطيك اعطينا ربي قوه الحمد لله والناس اللي تنوض بكري والله غير هذاك اللي ما يفشلش اللي ينوض بكري ويروح يخدم هو اللي يشد هو اللي يشد واللي ينوض على الربعه ينوض على الربعه غير يكمل الخمسه ولا سته ويستنى الاذان تقدر انت تخرج برا صباح ربي تجي السبعه زعما هكذا شوف عندك انايا 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 مدني مسلم عمك خوي در لي 3 جور ما خرجتهمش كاع ايتيك انا الضرب لا باكار السبان كذا ما نحبش نسمع اها والله ما نحب في المارشي في واحد في البولونجي يا عجبة هذه قدام عيني في البولونجي البولونجي ديال لاشين عليه في رمضان دار هكذا والاخر يعطيه الدبسه طاب عليه الجماعه قال لهم يعني الثوب قدامي جاب لي النعاس تضرب انت واحد على جالي الثوب الله غالب الله غالب والماكله واش تحب تاكل؟ بكري ولا غنشرط درك والله غير واش كاين هاي اكزومبل حاجه اللي تحبها بورك تحبو بورك شرب هذه ما نهضروش عليها يا جماعه انا جيت لهنا بك نستنى بك الحشيه نربحها تفطر تفطر عندي ان شاء الله تفطر بك انت دوموم دي المراه ديال لك المطلوع مطلوع مطلوع شكون رمضان بلا مطلوع ما هو رمضان هكذا يقولوا الناس صح 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 بورك باش تحبوا البورك باش كل خطره كيفاش باش تحبوا والله غير كل خطره دي فوا بتشكشوكه سمعت ما ادري شو بصير لو كذا منها تلناش عليك دي فوا على بالك بطاطا والسولق وكذا منها وفيونداشي كل خطره كيفاه ينوعوا ينوعوا نسقسيك عمي قويدر اسكو لارجيريا يصوم رمضان كرشو ولا يصوم رمضان روحيا معناتها شوف كاين وكاين اها كاين اللي يصوم رمضان باش ياكل باش يزوخ باش كاين اللي يصوم رمضان مسكين باش يدير اجر باش يصلي باش كذا باش كل واحد كيفاه وحنايا حنايا حنايا الجزائريين قاعد تكفينا هذاك ما قري ما عندكش تلقى روحك انا واحد كلا المقارون في الدار كلا المقارون عنده زوج ديار كلا المقارون خارج بالاخر كيردا قلت له واش قال لي واحد ستيك هذا ضربتها وكذا بعد عيط لوليد وانا قلت له واش دار قال لي مقارون قلت له ما عرفت خليه فيه هو واش راح دير
سما كان جزائري يخلص جملين ونص ولا حاجه بصح يصرف في رمضان 40 مليون 30 مليون. ما يلحقش لا لا مثلا ما ربي يطيح البركه ما تعرف كاع كيفاش يجي سبحان الله رمضان يجيب خيره يجيب خيره والله الفريجيدار يتدقرع من كلش نتمنى وحنا هو يروح رمضان يجي العيد شتو نهار نهار العيد اه ديك السماطه اه شربة هو اه شربة شربة اي مضروبين على الشربة ها قريب الطيب روح وليدي روح انا الريحة راهي ناس الريحة راهي قتلتني تاع الشربة فريك فريك ويأكد لي فريك انا ما قدرتش ما قدرتش نكمل من با الهضرة انا كنت اخذ رايي ما تخليش روحك هكذا مريض كول كول اي ما تقدرش فكرتني كول واش رايك في الناس اللي ترقد من 8 تاع الصباح بون من 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 الفجر من الفجر من الفجر حتى قريب الاذان ب 10 دقائق ينوضوا اشوف نقول لك حاجة كيما حنا الكثرة يشموا ويتكيفوا أنا كي يشموا ويتكيفوا يأثر عليهم رمضان يأثر عليهم أنا عندي سيبي يفطر على قارو يقول كسر الماء بحبة تمر بابا كسر رمضان بابا بالحليب كسر يضرب قارو في الآخر باش يدخل صح صوموا تصحوا هي هي هو رمضاننا هو كل شيء في هذا رمضان إن شاء الله نتمناو أن هذا رمضان راح يكون إن شاء الله راح نجوزوه في شهر الصيف معناتها شهر أنا في الصيف أنا في الصيف أنا في الصيف راح يكون فيه لي توكسيكاسيون راح يكون حداروا حداروا من لي كونسيرف حداروا من كل حاجه تباع على الرصيف خاصه الناس اللي تشري لازم نقول لهم ما يشريوش الوشك محطوط في الارض يشوفوا لادات مالغري يروح يشروا من بلايص ما يشروش انابورت حاجه وما يشروش هذاك البوراك اللي تخدم ويتباع قديم وراه يتباع في الارض البوراك لا سي اتعلميه او كاين لا 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 لا, 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 لا رمضان كامل الناس تدير البوراك تاعها في دارها كامل وكاين الناس اللي تشري عندها شوف كاين حاجه بالك ماكش ما على بالكش بها شتا دوك اللي في الطريق يشويو يشويو الشوا زعما ويبيعوا الخبز شوف يخيف طرف الدار ويضرب الشوربه ويضرب الاخر وياكل ويديسر ويروح يزيد يروح برا يدير لاشين باش يزيد ياكل هذاك الكاسكرو شغل انت في القهوه حط لك القهوه بالحليب بقلب اللوز كذا من صح تخرج روح القهوه تقول اعطيني قهوه عاده 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 واش تقولنا نعيطنا الدراري معليش اي روحه وياو اذا هادو ما حفاد قويدر ايوا حفاد قويدر عبد الرحمن الله يبارك شحال عندك من حفيد عندي 8 الله يبارك تمره ايوا عبدو اي منا الله يبارك لابوتي عندك عندي عندي عندك لابوتي روح وكاع كاع عندي اقعدوا عندي رمضان اكسايم انت يا اخي اكسايم اكسايم هذا يصوم هذا يصوم او هذا يصوم هذاك يصوم نص نهار اي اقعدوا او لا 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 هذوما زدت زدت ثلاثه نولوا ليكيب ناسيونال خلاص هذول اللي نوجد فيهم ليكيب ناسيونال فوالا الله يبارك كيما كنت هذو مشاهدين يونس يونس شوف ليه شوف ليه قويدر هذه البركه تاع 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 الفائده تاعك وهذه الفائده تاعك راس المال هذه كلش على بالكم نهار يمرض واحد مات انا قاعد ربي يفتح عليك اتذكر ان قويدر مالغري عنده مرض السكري مالغري عنده مرض السكري ولكنه يصوم واش تقول للجزائري واش تنصح في الناس اللي راهي تاكل في رمضان مثلا مريضه وحابه تصوم وطبيب قال لهم ما تصوموش لا لا ما تصومش ما تصومش خاطرش علاش تدير اثم كبير عندك خاصه الداء السكريه الداء السكري ولا لا انا خاصه الدياليزم كيما انا ليرا الاخرين هذو قاعدين ما يصوموا اللي يقول له طبيب ما تصومش ما تصومش كاين عباد يروحوا للطبيب يقول له يا ودي الله دير لي سيرتيفيكا باللي ما نصومش هو لاباس عليه هذاك 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 يتحاسب هذه واعره عافيه اذا مشاهدينا الكرام احنا كنا مع قويدر في بيته وكان طباخ ماهر ودار لنا بوراك ما راح يعاود يروح يقليه لنا دوك هذيك احنا نقول لكم فقط رمضان كريم وصحه صحة صحوركم اليوم صحة صحوركم وصحة عيشكم أنا أقول لكم كلش صحة صحوركم صحة فطوركم صحة رمضانكم وصحة قعدتكم وما تنساوش ابقوا أوفياء للسان طبعا لسان رمضان وتانيت كي بي سي هاي معايا كاع كي بي سي كي بي سي ديروا له هذا